نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. مجلس السيادة والوزراء يقران اليوم بشكل نهائي على مشروع يلقي قانون مقاطعة الكيان الصهيوني لعام 1958. جاء ذلك بحسب تقريرة لوزير العدل على تويتر، قال فيها: أجزنا في اجتماع مشترك مشروع قانون إلقاء مقاطعة إسرائيل بالإضافة إلى إجازة قوانين أخرى. النيابة العامة تسمح للطب العدلي بتشريح ودفن الجثث الموجودة في المشارح، وكشفت عن وجود خلل كبير في المشارح بعد تجاوز الطاقة الاستيعابية للمشارح. ومن جانبه أكد عضو لجنة مفقود القيادة أنه ما زال هنالك 41 بلاقاً للمفقودين. القيادي بقحط نور الدين بابكر يقر بوجود أخطاء في عمل لجنة التمكين، وأن اللجنة تنقصها خبرات فنية وبحاجة إلى إنشاء آلية تحويل الأموال والممتلكات التي صدرتها لوزارة المالية، مشدداً على ضرورة إنشاء آلية أخرى لمراقبة ومتابعة عمل اللجنة نفسها. مصادر إعلامية تكشف عن أن سلطة ولاية الجزيرة قامت باعتقال عدد من الموظفين بمفوضية الاستثمار بالولاية لأكثر من 10 أيام دون توجيه تهم لهم، موضحة أن مباحث الولاية اعتقلتهم على خلفية حريق مبنى المفوضية، رغم أن أغلبهم مؤيدون للثورة. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.